قصص حياة أمي. وهذا حال مريم مثل ما شفناها قدامكم، ما تقدر حتى تسند ذراتها. طفلة مريم تعاني من ضمور في عضلات الحبل الشوكي، وصل نسبة العجز عندها إلى 41%. طبعاً هنا أمها يعني ناشدت حتى تنقذ بنتها اللي عمرها تقريباً 3 سنوات، يعني إنه هذا المرض بدأ يستفحل وراح يعطل عضلات البلع والتنفس وعضلات بجسمها أخرى. المشكلة إنه علاج هذا المرض مع الأسف ما موجودة بالعراق، يعني ما أعرف شنو المشكلة إنه ما نقدر نوفر ولو مستشفى واحدة تستقبل مثل هذه الحالات اللي هي تعتبر نسبيا قليلة يعني بالولادة وما إلى ذلك. المستشفى اللي ممكن تعالجها حسب ما تحدثت هذه المرة يعني تعالج بتها مستشفى جليلة في دبي. طبعا هي ناجدت الكل وحاولت إنه يمكن حتى تجمع مبالغ حتى تقدر تعالج بتها، لكن هذا طبعا هذا المرض أو العلاج في هذه المستشفى هو مكلف جدا بمبالغ يعني صعب أنه تؤمن. لذلك احنا بدورنا اليوم نناشد كل من قادر أن يساعد هذه الطفلة، حتى نناشد المستشفى نفسها مستشفى جليلة في دبي إذا أكو إمكانية أنه هذه الطفلة تشوفون حالها، ناشد حتى وزارة الصحة العراقية إذا أكو أي جانب تسهيلات لهذه العوائل اللي عندهم أطفال مصابين بالسرطان وأمراض مستعصية مثل أمراض الضمور. نتمنى أن يكون لصوتنا صدها يوصل إلى كل من يستطيع أن يساعد هذه العائلة. طبعاً إحنا رقم الهاتف أسفل الشاشة، إذا تريدون تساعدون هذه السيدة على متعالج بتها اتصلوا بنا واحنا نوصلكم مباشرة بصورة مباشرة مع والدة الطفلة مريم حتى تقدموا لها المساعدة، وانتوا وياها اي شخص يريد يساعد اي جهة اي مؤسسة انتوا مباشرة راح تتواصلون ويا هذه السيدة، بلكي نلقي لها حل وننقذ حياتها قبل ما تدهور حالتها الصحية. خلونا نشوف والدة الطفلة مريم تحدثت الى برنامج لوكيشن. مناشدة من خلال برنامج لوكيشن قناة التغيير، مناشدة باسم الطفلة مريم. الطفلة مريم مصابة بمرض ضمور عضلات الحبل الشوكي، هذا المرض كلش خطير، هذا المرض يعطل عضلات الجسم، عضلات البلع، عضلات التنفس، نهاية الموت لا سامح الله. هذا المرض علاجه كلش مكلف وما متوفر بالعراق، متوفر مستشفى الجليلة بدبي، وحاليا وصلنا نسبة 41%، والحد الآن يعني ما وصلنا النسبة اللي مريم تاخذ العلاج بيها. يا ريت تعممون لي الخبر، أكثر القنوات إجت تصورت وما ما ما عممت الخبر ولا نشرت حالة مريم. أنا اليوم أناشد قناة التغيير بتعميم حالة مريم، وأناشد كل شخص يقدر يساعد من رجال الأعمال إلى الحكومة العراقية إلى كل شخص يقدر يساعد مريم. مريم أكثر طفلة انظلمت إعلاميا، انظلمت وصار أكثر من 8 أشهر ناشد وما وصلنا إلى مبلغ اللي يكفي علاج مريم، وهذا حال مريم مثل ما شوفوها قدامكم، ما تقدر حتى تسند ركبتها. هذا حال الطفلة مثل ما شوفوها.